خرجوا صنيدلات في الشارع، شو هادي شحال فينا شوف. الأحبة ديولي سلام عليكم، جمعة مباركة عليكم بالصحة بالسلامة بالهنا بالصحيحة باش ما تمنيتو. هنا راني لبست لبسة ديال الصلاة، بزاف قالوا لي لا فدوا خديها في شي لون آخر. أحبة كان حماق على الكحل، أنموت على لباس كحل. خباركم راه والله ما كرهت نقلبس العبايات كحلين، عرفتي واحد الراحة راه ما نعاود ليكمش. بناقص أختي أنا لا من السروال الجين ولا من العصري ولا من الألوان لا من والو، والله ما كرهت نلبس أنا الكحل صراحة. يلا نقولها لكم، ايوا انا راه فيا الجوع يا اختي، وراني فيا الجوع يا اختي، وراني كنقطع بالجوع. اول حاجه كنبدا بها اخواتي هو فطوري 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 فطوري، هذا راه فطوري وغدايا. واحد الاخت قالت لك شحال كتاكلي من مره في النهار؟ كناكل اختي شي 7000 مره في النهار وما كيبانش عليا. اي سبابي داك ديتوكس غادي نضرب عليه كرواح مره، حيت داليا اختي صحتي وضعفني بزاف. ايوا شوفي اختي داك البانيني حيدات عليا الغبينه والهم، درت فيها اختي داك الباكيت سخناتو ليا. ايوا جاي اختي مقرمل كيلوز. ايوا نعم سيدي، مشيت عند البيض وتختي درت لك واحد جوج بيضات جوج فريميجات وشويه ديال زيت الزيتون اخواتي باش نشبع نشبع نشبع. اليوم بحالفه اليوم ناكل مزيان حتى نشبع يا اختي، وكرشي تعمر وتبقى تقول الحمد لله. بانيني واعره صراحه نفعتني ما نكذبش عليكم. ايوا ها الفطور واجد. ايوا غادي ناكل ان شاء الله باش يقرب الظهر باش نبدا الصلاه ديالي ان شاء الله. ايوا نقضي اللي غيتقضى وندي داك الكولتشا ديال جداتي. تصدمت لا ماشي اسبانيونيه، هما من الاكوادور. عرفتي تصدمت، قالت لي راه عندك اليوتيوب وكنلقى الفيديوهات ديالك وكنتفرج فيهم. هي وراجل عرفتي راه صدموني، انتم تشوفوها ما دايزينها. جبدتني في التليفون وقالت له ها هي، قالت له راه كنطيح فيها مره مره. قالت لي واخا ما كنعرفك شنو كتقولي ولكن كنتفرج فيك كتعجبيني. صافي راني غادي نديا المنطل جداتي ونشوفها شنو غتصب ان شاء الله. المهم راه اليوم ما شديتش الطوبيس، انا غادي على رجليا. ايوا صافي ان شاء الله نوصل عندهم وهانتوما معين. خرجوا مني تيجيبوا دويره وعرفت ما نلبس والله مع الجو ما فهمتوش، ما برد ما شتا ما، اللهم لك الحمد. ماش كيوجدوا هنا شوفوا هاد البصره عرفتي، هدموا هادشي كامل شوفوا كيردوها. شوفوا هادي راه كانت غير خربه قديمه من فوق اش هما كيصايبوا فيها. شوفوا غتكون اوطيل شتوها. خرجوا صنيدلات في الشارع، شو هادي شحال فنه شوف 35. دابا ما نلقاش كاع رجلي انا في هادي ناري. شوفوا هادي كدي العقل، واو هادي شوفوا. دابا كنشوف شي حاجه كنتشهر جداتي 50% 50%، وهادو حوايج حتى هما مخرجينهم. شوف هاد السروال شحال كيحمق، شتي ما نلقى كاع قدي انا في هذا. واعر واعر داير غير ب 15 الاورو. شتيهم خرجوا الصبابط برا، هادو تاع الرجال مكاسه اللي تيلبس مكاسه. شتيهم هما السيكان عاوتاني. قميجه شحال زوينه كيخرجوا ملي كيقرب يسالي الصيف، ملي كيقرب يسالي الصيف كيخرجوا الحوايج. كل حانوت كيحط الحوايج برا فهمتوا، كيبيعهم بنص الثمن حيت صافي مشى الصيف اش يديروا بهم. شوف بحال هادي كانوا السراول ب 40، شوف شحال رجعوا، رجعوا غير ب 10 اورو. واش غندير دابا انا بالسروال ديال الصيف نبقى نشوف فيه؟ ها انتم شتي هادو كنت باغيه نشريهم كندير لهم ب 40، شتيهم كانوا ب 40، هما دابا رجعوا غير ب 10 اورو. ها شتي 10 اورو شكون غيلبس هادشي؟ راه الصيف الجاي يطول ربي العمر ولا انسان ما بقاش في الحياه راه غتخرج عاوتاني موضه جديده عاود. هذا راه نفس الستيل اللي لابساه انا، هادشي كيعجب ماجده اختي ولكن صافي في هاد الصيف. خرجوا الحوايج ديال كيخرجوا الحوايج ديال الصيف كيفكوا منهم، ولكن راه شندير انا بحوايج الصيف؟ السروال كاع مزوق، الصيف الجاي خرج حاجه اخرى شندير به؟ ما عمري شريت الصراحه من هادو اللي كيحطوا برا من مور الصيف. صافي ان شاء الله نمشي نشوف تليفوني راه خاسر ليا، درتو يتشارج بات في الشارج ناري اختي اش كنشد معايا حتى نوصل وهانتوما معايا. ها شتي؟ شتي؟ الشارع كامل مخرج الحوايج، بلاتي نقلب لكم تشوفوا. ها انتوما شتي؟ كاينه الموسيقى ما نقدرش نخليها. التليفون اللي كنت كنصور لكم به في الاول قبل ما يسهل ربي وشري تليفون مزيان عرفتي الاحبه خليته كيتشارجا. صافي زين تصدعتي لنا راسنا عرفتي، خليته كيتشارجا حذاري حذاري من شي واحد يخلي التليفون في الشارج. خليته كيتشارجا وتحرقت ليه لوفيش لوفيش شور. مشيت عند المعلم تخيلوا قال لي عطيني 60 الاورو، وداك الاس الاس 9 يعني ماركه قديمه 60 الاورو بزاف، يعني 60 اورو تزيدي على 60 تاخدي تليفون جديد. وبقايا فيا الاحبه فيه البنك فيه الواتساب ديالي باش كنتواصل مع الوالدين فيه كلشي، لان هذا اللي كنصور به ما دايره فيه لا واتساب لا والو. فهمنا دابا انا نديكم
انت كياكل بيطار في الخبز ما يمكنش يدير فيه واتساب ويدير فيه هادي، فليه تبقى فيا التليفون بزاف والله. خارجين خارجين، مشكلة دابا فينا قهوة غنلقاهم. أحب اللي بغى خضيرة اللي بغى يتقضى يجي لهاد المحل هذا، ها هو راه جا في الشارع اللي فيه كونسوم، راه هو كونسوم لهي ويجي هنا يتقضى. ها انتما كيقول لكم ما بغيتيش ديري ليا البركة يا بسم الله. ها انتما كلشي موجود عنده، مسكين تيقول لي ديما عافاك وريهم المحل. ها انتما كلشي، نهار اللي جيت عندك ما كان عندك والو، دابا اللهم لك الحمد. ها انتما الأحبة أنا عنده كلشي. ها انتما ها مول المحل تبان، يلا هاج قول للناس مرحبا بكم عندي. السلام عليكم، مرحبا بكم، اللي بغى شي فروته شي حاجه كلشي بخير وكلشي مليح. واه عندك كلشي زوين، حتى النعناع زوين. انت بركاني ها الناس بركان عاوتاني بلا ما نهضروا. ها انتم راه الخير موجود عنده كلشي والله. الا مسكين من نهار اللي حل شحال شي 6 شهور دابا ياك، نهار اللي حل كيقول لي صوري له فين كاين المحل، كنقول واخا واخا. كومون سلاده نو 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 ترى انت نهار قلت له واش نسخن ديما ماما لك حتى اليوم تدخلي دار بويا يا اسطى. انت اختي تشوفي لك تهلو، ها داروا البيض البارح وخلاو لي حقي. راه نوطي راه كوي لك نوطي راه ديال مالي ماما، دارت البيض ودارت الطون ودارت معاه المايونيز واعر، كدير ماكله زويونه هي صراحه. لا فينا كل شيء باسي مالي ماما. ويا دوبلي ونا بورسيتا انت طوليش ويا بوشكار ونا بورسا بارا دوبلي زدني شي ميكان دوبلو حقاش فيه الطون وداكشي اللي مشيت لقليا في الصاك. عطيني شي ميكا شوش كنخدم ميكا أنا غير مستنقل. نوبي كنيتا هي ماما يا نديرو هنايا معايا. أحمد راه اليوم يومين دابا ما عاجبنيش، ماشي هذا هو أحمد اللي كنت كنعرف، يومين هذا شفتو مغير، شاد القنت بوحدو ما تيهضر ما والو ما عرفتش مالو. تعطيني دجتها كاملة هي. إلا لا كاملة. إلا تي دوايا هاي. بالي. إطرا على الروح. عرضيني نهار الحد ناكل معاهم بايلة. عارفيني كتعجبو ماما عندي عندي تاني عندي القزبره ماما الله يهديك. تينغو يكون برو ايلودي بالي باغا تعطيني دانون، باغا تعطيني الخضره، باغا تعطيني الشرب. يكادو طال الروز تينغو يو كان خاصي مي بوي مشي للقزاره ماما نتقدا جنيحات ورجيلات وفخيضات. يا قلت لكم ما كناكلش اللحم والدجاج والله، الا تشهيت فخيضات ولا جنيحات نديرهم في الفران. قالوا لي الناس بقيت تاكل على الحوت الحوت الحوت. صافي مي بوي اديوس. درنا تصويره قلت لها، قالت لي راه تصويره زوينه. قلت لها عرفتي علاش؟ قلت لها بوركيتو مو بيسيما. قالت لي انت اكبر كذابه تيكيرو موتشو مامي تاريديو سي هاتو سافيس ماما كي يوستو يسولا كي نو تينغو فاميليا نو تينغو اميغوس بس شي كتير بيرو بيرو كونتو ابيرتي يا نو فالتا نادي نو فالتا خينتي نو فالتا اميغا اي تو بارامي تودو ماما بس اميغيرو لا سيغوندا مي مادري que no estaba sola en redes, que tengo gente así que me adora claro, y me quiere. Claro, incluso, yo soy primera, ¿eh? Ya te he puesto. Ya a ver qué hablo contigo. Vale. قالت له ولد بنت انا عندي العائله هنايا ما محتاجه حد انا مونسه. قلت لها قولي لهم انا الاولى، قالت لي حطيتك انت الاولى. قلت لي البارح ملي خديتي اللبسه ديال الصلاه خديتها من البشر 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 خديتها من البازار ديال اوشن، ها هو راه جا في هذا الشارع قريب قريب فين كاينين القزاره غير دوري عند ستوب. ها هو راه ما هو غادي يجيب الالوان، باقا تما غير الكحل والابيض واقيله. المهم هو الدري دخل الداخل يجيب الالوان ونوريهم لكم. داير 13 اور. انا راه جيت ديت الكسكسو، واحد المتتبعه بقات كتهضر ليا اليوم قالت لك راه كلات الكسكسو. انا جيت عندو ديت باكيه الكسكسو عرفتي شهاوني، نصوب اختي واحد القيمه ناكلها غير بوحديتي وما بقاش بلاش. 9 الاورو ها شي اللوينات. شرا خاصني الوقت، انا راه شحال من حاجه باغا ناخذها وما قادرش. خاصني الوقت، كيعجبني نشري ونقريتي واعر هاد اللون عاوتاني. من بعد نسافر ختي تاهي شوف دا وفيها القهوي هانتوما الابيض والقهوي وفيها الزيتي وهذا الكحل بحال اللي ديت انا البارح هانت، وفيها القري فيها القري وفيها هاد الموف هذا شتو هاي فيها كاع الالوان واعر. اللوينات زوينين، ديري اللوينات مغلوقين فهمتو، نموت انا على هاد الموف يا اختي. اه واعر 13 الاورو شتو فني في البازار ديال اوشن. اللي بغاتها تجي عنده تقول لي دات منك بنت الغربه لبسه ديال الصلاه وغيعطيك بحال اللي خديت منك سيكسو. غنمشي دابا الكونسوم ناخذ الخضره ديال الطعام. صافي ريوكي طاحوا على الطعام، واحد المتتبعه اليوم قالت لي كلي الطعام صافي راني كنترعد دابا عليه. نمشي ناخذ خضيره
والوقت اللي غتساعدني الظروف غندير سناك سيكس. احب ديما نصور لكم انا فهاد القنت الطوبيس بقات له دقيقه يجي. عرفتي اليوم انا اليوم مصدومه. المهم راني تقضيت انا وصلت الدار ونقول لكم شنو شريت. انا اليوم مصدومه بزاف عرفتوا علاش؟ عرفتي اليوم سلمت على المتابعين ديالي بواحد الطريقه بشكل عرفتي راه العشيه ملي خرجت وانا كنسلم السلام لاباس السلام لاباس. المهم الطوبيس ها هو جا راه الناس كيستعدوا نوصل ان شاء الله. لا ما شدكش لا لا تنوصل ان شاء الله ونوريكم داكشي اللي خديت. كيفاش؟ علاش شكون اللي كيصورك؟ لا 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 ما كنشد معايا حتى واحد هاني ما كاين حتى مشكل. الله اكبر. حول مع هاد القوم لا حول. الراجل في الاخر ديال الشارع باين عليا وبالفرونسي جو بو با فوتوش وجو بو با فوتوش والنصارى شو كيشدوا معايا وشافت فيا وضحكت وما تسوقتش وديولنا قالك جو با تو فوتوش جو بو با فوتوش. سير زعما هاد العالم مع من كنعيشو الله يحفظها الله يخرج عقيبتنا على خير وصافي. يا ربي السلامة يا ربي السلامة يا ربي السلامة. الراجل مشاو قدامك التوبيس جاي. والاحباء جينا نشاركوا معكم الوليمه ديالنا. نتوما راه اللي تعمر المصران راه الحمد لله بزاف تيقولك لا شاركي معنا الماكله. انت واش ما تحشميش كل مره تطلبي لي نطيب لك؟ انت واش انا عارفه نطيب تراسي باش نطيب لك انت؟ انت رانا عاد تنزدك تنكور ونعطي العور انت راه عاد تنخلط وتنضحك على راسي تنقول يا حلي لي اكله زوينه. انت راه شدي دوك الفخيدات فركتهم بالحامض وسكين جبير والملح ومن بعد اختي درت واحد جوج فصوص ديال الثوم في ديك المقله ودرت زيت الزيتون درت على اختي واحد شويه تاع الشامبينيو ورميت على دوك الفخاد وخليتهم طابو نص طيبات تقلاو في داك الشيء مزيان وما درت لها ملح لا ولا حيت ديجا غسلناهم بالملح غيجي القضيه مالحه. المهم صافي وخليتهم اخويتي تدغمروا ليا مزيان ومن بعد غنزيد عليهم واحد ثلاثه الحبات ديال البطاطا الصغيورين صافي وغنزيد نغطي عليهم عاوتاني نخليهم واحد 10 دقائق بحال اللي كيطيبوا نص طيبه. صافي اخويتي في التوابل كنحتاجوا عاد ثومه كارمه كنديرها حيه وكنديرها ميته وفي هذه الوقيته الازيره اخويتي اللي هو الروميرو وكنزيد شويه تاع الفلفل الاحمر وكنزيد شويه تاع البصله الجافه صافي اخويتي والابزار اللي هو الفلفل الاسود هادشي اللي كنكتفي به وكنغطيها كنخليها تغمر ومن بعد اخويتي كنجيب ديك اللاطه الدجاج مسكينه هزه معايا هم الدنيا ديك اللاطه انا تحرق ويا تحرق معايا اخويتي معذبه مسكينه معايا الله يعفو عليها مني. ايوا رمينا دوك التوابل من بعد ما طابوا نص طيبه عرفتي كتجي اسرع اكله في العالم والبنه البنه. ايوا اخويتي رمينا واحد الدواور تاع الحامض قدهم قداش ومشينا عند ديك المقيله اخويتي الروبيني عمرنا مويها 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 من الروبيني. يا خوينا اخويتي هذيك الوليمه اللي ما عرفتين غادي تخرج امي طيشه لي لاصوص اللي هو كار من 1991 زدت واحد جوج طريفات منه ودرتها اخويتي في الفران شي تقريبا دات لي 14 دقيقه هكاياك على ما صليت وعلى ما قديت اموري. ايوا واش غنقول لكم ايوا اخويتي هادشي شحال بنين وشحال بنين ما نكذبش في هادي ما نكذبش. ايه بنين